مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده هنعمل فيها تتبيلات فراخ، تتبيلات فراخ من تحضيرات الفريزر الشهيره جدا والعمليه جدا، هتنفعنا في رمضان وغير رمضان كمان. واتفقنا ان التحضيرات للفريزر لجميع انواع الناس اللي مزنوقين في الوقت، فايا كان السبب اللي زانق حضرتك او حضرتك في الوقت، فتتبيلات او تجهيزات الفريزر عموما بتنفع جدا. طيب تعالوا نشوف قبل ما نبدا في الفراخ. بصوا احنا عندنا النهارده تتبيله شرقيه، تتبيله بهارات، تتبيله فلفل وكمون، تتبيله كاري، تتبيله بصل وسماء، تتبيله زبادي وهريسه شطه. مجموعه من التتبيلات ان شاء الله تعجب حضراتكم، وهي سهله جدا وجميله جدا بجد، مسعفه جدا في الوقت وتخلي الغداء او الفطار في رمضان يتحضر في ثواني. يا دوب بس هنطلع حاجه نحطها في الفرن، الفرن هو اللي هيعمل الشغل، احنا مش هنبقى محتاجين نعمل حاجه. تعالوا قبل ما نبدا نشوف عباره الحلقه النهارده ايه، وهي من عباراتي المفضله في الحياه وانا مؤمنه بيها جدا جدا جدا. فاز بالملذات كل مغامر ويموت بالحسرات كل جبان. جمدوا قلبكم يا جماعه، مفيش حاجه حلوه بتطلع من ان احنا مشينا جنب الحيط على فكره خالص. مفيش حاجه حلوه بتطلع او انجاز او حاجه فظيعه حققناها تطلع من ان احنا خفنا، تراجعنا، ترددنا، قلنا لا يا عم من خفس لما مفيش. اللي قلبه جامد هو اللي بيفوز بالملذات والمسرات والنجاحات والانجازات وكل حاجه، ولكن كله جبان وما بيحصلوش حاجه، ماشي جنب الحيط ما بيحصلوش لا خير ولا شر، في وضعه على وضعه. وده برده مش حاجه وحشه، يعني لو احنا من الناس اللي ما عندناش القدره ان احنا ناخد الريسكس تمام مفيش مشكله، بس طبعا الواحد يجرأ قلبه كده ويقول ايه على الله. انا دايما اقول كده، انا نفسي اعمل كذا وكذا، ده يبان انه بعيد المنال جدا، اقول على الله واتكل على الله واخد القرار، وممكن يكون ما عنديش اي سبب منطقي يخلي القرار ده يتاخد، بس انا ببقى مؤمنه من جوايا ان ما دام انا نيتي خير وقراري ده مش رايح في اي اتجاه شر فربنا هيسره، وفعلا بيتيسر. فخلوا دايما نيتكم الخير، ابعدوا عن قرارات الشر، ابعدوا عن التردد، التردد والتساؤل والماذا لو والحاجات دي كلها كده احسن من الشيطان، كلها صرفوها عنكم، ملهاش اي لازمه في الحياه ولا بتوصل لاي حاجه. لما تحسوا قلبكم رايح لحاجه اعملوها بقلب جامد وبيقين بالله، وان شاء الله يوفقكم ويكرمكم فيها. لا بالظبط، الناس صح، حمدي كلامه صح، ما تفهموش كلمه الملذات غلط، اللي هي الملذات اللي هي الشهوات، يعني لا مش ده المقصود بيها. الملذات هنا مقصود بيها كل ما هو لذيذ، كل ما هو يمتع الانسان في الحياه. اللي بيمتع الانسان المتعه الحقيقيه على فكره مش في الشهوات يا جماعه، المتعه الحقيقيه في العلاقات الطيبه، في الخير، في النجاح، في ان الواحد يعمل حاجه ليها معنى، مش في ان انا اسهر مع فلان ولا اسافر مع علان ولا اخرج مع البنت دي، ولا مش دي الحاجات اللي دي في سعاده لحظيه. تبسطك دلوقتي ممكن تتبسط في اللحظه جدا، زي كده بالظبط الشرب والمخدرات والحاجات دي برضه تتبسط في وقتها، لكن بعد كده سواد. لا احنا مش عايزين النوعيه دي من الحاجات، احنا عايزين الحاجات اللي لما تعملوها دلوقتي لما يبقى عندكم كده 70 80 سنه وقاعدين تفكروا في انتوا عملتوا ايه في حياتكم، تحسوا بلذه حقيقيه، انا حياتي طلع ليها قيمه، طلع ليها معنى، عملت بيها حاجه مهمه. فربنا يوفقكم لكل ما فيه الخير من الملذات مش الشر. يلا بينا. دجاج بالتتبيله الشرقيه، طبعا احنا جايبين فراخ فاتحينها من الظهر، دي طريقتي المفضله في الصواني والشوي. تقدروا تقطعوها ارباع، تقدروا تخلوها سليمه، انتوا حرين، بس دي طريقتي المفضله اللي بنصح بيها دايما اي حد بيعمل صينيه او شوي. انا صوتي النهارده بايظ خالص، تقريبا داخل عليا برد. بق قهوه. دجاج بالتتبيله الشرقيه، هنحتاج فرخه مفتوحه من الظهر، هنحتاج بصل ارباع، طماطمايه ارباع، فلفلايه رومي ارباع، اربع فصوص ثوم صحيح، زيت نباتي، سمنه، معلقه صغيره من القرفه الباودر، وربع معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من الكباب الصيني، رشه من جوزه الطيب، ملح وفلفل اسود وزيت نباتي. يا نور احنا مجهزين الاكياس بتاعه الحفظ صح؟ مجهزين ماركر؟ يلا هاتيلي قلم ماركر. لا لازم احط في الاكتب الاول، يا اما مش هعرف احط من الفرخه. ماشي يا حبيبتي. وطبعا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، النهارده نص شعبان. والله يا نور انا مش مع موضوع مش معايا قوي، اصل نور بتقولي قولي لهم يسامحوا، انا مع ان الانسان يكون متسامح
بس في درجة من الأذى أنا مش مع أن الإنسان مش هقول يتسامح فيها، ما ينساهاش، يعني انسى البني آدم، انساه بشره بكل حاجة، بس ما تنساش اللي حصل لك عشان ده درس، وده لازم حاجة تخليك تعرف أن البني آدم ده ليك حدود معينة في التعامل معاه. ف يعني لا 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 يعني لا نخاصم حد بالظبط، لا نبقى خصوم لحد ولا نعادي حد ولا ننتقم، انا ضد كل الحاجات دي، ولكن انا منساش اللي اذاني، بس ده اللي بقوله، ما بنساش، ولو اذى كان شديد ممكن كمان ما سامحش، يعني ما سامحش، لان ده حق ربنا ادهوني، ربنا اداني الحق ان انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل وما سامحش اللي ظلمني. فانا فاهمه ان التسامح حاجه جميله طبعا، وانا بقدر الامكان في اغلب الاوقات، انا بتكلم في درجه رهيبه جدا من الاذى على فكره، مش بتكلم في الحاجات العاديه، حاجات الصغائر لا طبعا ترفعوا عنها، ما تستاهلش ابدا عداوات، ما تستاهلش ابدا خساره ناس، ما دام حاجات صغيره وبسلامه نيه. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، نص النهارده شعبان، ويا رب يعيدوا عليكم بالخير كل سنه، ويبلغنا رمضان فاقدين ولا مفقودين، ويبقى رمضان خير كده علينا وكله فرحه وسعاده يا رب. انا حطيت هنا في الكبه الطماطم والفلفل والبصل، وهحط الثوم. افتكرت حاجه تضحكني فعلا، نور بتقولي ضحكتك دي في الخباثه بعدها انك افتكرتي حاجه، افتكرت البوستات، عارفه بالبوستات اللي قبل رمضان، اسامح حميد انا مستنيه رمضان عشان ادعي عليهم. افتكرت البوست ده، افتكرت البوست ده، قلت كلامي شبه البوست ده، اسامحكم ايه ده، انا هدعي عليكم كل صلاه. بس بفكركم طبعا تقدروا تتصلوا علينا على 2600 من اي موبايل، و0900 من اي تليفون ارضي. انا بقى عايزه اشمر كمي عشان كمي فيه شراشيب، مش عاطفيه خالص مع الطبخ، بس يعني ايه، لا مش بنسى والله يا نور، انا كنت لابسه الفستان حسيت انه ضيق شويه الصراحه، لا الكتب خيبه، فقمت لابسه عليه الجاكيت باحترامي. ايه بس يا بنت صوتك عالي قوي، يا لهوي إن أنكر الأصوات. وحد عليكي صح؟ حطينا كبابة صيني، وحطينا حبهان، وحطينا قرفة. القرفة يا جماعة في التتبيلة الشرقية بتبقى جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. أنا حطيت شوية زيت، حاسة إني محتاجة أزودهم عشان ايه، يعني يكفوا الفرخه كلها. بس فايه بقى يا جماعه، قلت لا الواحد ايه يستر نفسه احسن، ولبست الجاكيت، قلت الشراشيب هتغلبني بس مش مشكله، احسن ما يبقى ايه شكلنا مش لطيف، عشان هو اللي كان لايق. يعني ملح، ناس بتقولي بتحسبي ملح الفراخ ازاي، يعني الفرخة الكيلو 100 كيلو 200 مثلا بديها معلقة ونص، معلقتين ملح، ولو الحاجة هتقعد في الفريزر ناخد بالنا ان احنا نقلل شوية في الملح، لانها بتحدق في الفريزر، فما نزودش قوي علشان ما تبقاش حادقة. فلفل اسود لازم تكون، الفراخ لازم تكون فك عشان نتبلها. ايه ده انا بحط ملح تاني ليه، عدم التركيز على اخره النهاردة. رشة جوزة الطيب، الفراخ جيبوها طازة، ما ينفعش مجمدة في التتبيلات، لان انا هرجع اجمدها، فما ينفعش تتجمد مرتين، هي بتتفك مرة وتتجمد مرة، لكن غير كده ما ينفعش. فعشان كده بنقول ايه، تجيبوا الفراخ طازة بالظبط، تجيبوا الفراخ طازة تتبلوها تجمدوها بس كده، تمام قوي مفيش اي مشكلة. يلا انا عملت حركة نميسة، لميت بيها الشراشيب، الله عليك يا سوسي. يلا نتبل الفرخة، هنعمل ايه دلوقتي، نتبل اول فرخة، بس احنا عايزين نضرب الخلطة الاول. انا النهاردة بقول لكم ايه، شكلي داخل عليا برد فعلا، لان انا بيحصل لي كده لما يجي لي برد ببقى ما فيش عندي اي تركيز، وانا هقول لكم جالي برد ليه. تتبيلتنا جهزت، اسرع تتبيله في الدنيا. انا بقى جالي برد عشان امبارح يا جماعه كنت واقفه بنشر غسيل عادي زي اي ست مصريه اصيله، فايه قلت انا عايزه الغسيل ده ينشف بسرعه، انا بنشر في المنشر اللي جوه البيت ده الداخلي يعني،
فقلت انا حق، لا يا ريت يا ريت والله الموضوع كان ابسط من كده، ربنا يسامحهم بقى. هقول لك انا بادئ على مين دلوقتي. فالمهم ايه، قمت سايبه حته من الشباك صغيره جدا جدا، يعني ما تعديش فار، وانا السلك بتاع البلكونه عندي مقطوع. ويقعدوا القطط، لا يا ستي والله القصه ابعد مما تتخيلي، اتفه مما تتخيلي. فالاستاذه بكيزه والاستاذ بهز القطط بتاعتي قرروا يعملوا عصابه حماده وتوتو، وقعدوا يوسعوا في السلك عشان يعرفوا يطلعوا بره، عايزين يطلعوا الجنينه. وفي بلاي جراوند كده قدامنا، عايزين ملافت نظرهم، عايزين يطلعوا. والبهوات عرفوا يطلعوا. وانا فجاه كده مش سامعه لهم ولا حس ولا خبر. قلت لا السكوت ده مريب، دول بيعملوا مصيبه. وفعلا الاقي مصيبه، لقيت الاثنين مش في البيت. الكلام ده الساعه كام؟ الساعه 3 بالليل. طبعا انا من الخضه قمت اخده بعضي زي ما انا كده بالبيجامه وحياتكم، وطلعت قعدت ادور عليهم وماسكه الموبايل منوره الكشاف وقاعده ادور على البهوات ساعه مثلا ساعه ونص، والجو كان برد جدا وانا كنت قاعده جوه في الدفا. فهو ده غالبا اللي عياني. لقيتهم الحمد لله بعد لقيت بهز الاول، لقيت بهز قاعد لي في البلكونه، لقيته على طول. لا والله اللي طلعت روحي بقى عشان الاقيها بكيزه. بكيزه انا دورت كتير قوي ما لقيتهاش بالظبط. فايه بقى المشكله التانية ايه عشان تعرف؟ بس المشاكل دايما بتبدا صغيره وتبدا تكبر. فانا وانا بدور عليهم خايفه انسى من اللهوجه، خايفه اقفل باب الشقه على نفسي، فقمت اخده المفتاح حطاه في جيب البيجامه. واصحى الصبح يا جماعه وانا جايه الشغل، والا اني الاقي مفتاح البيت مش لاقياه، اختفى من على وجه الارض. فحاجه جميله الصراحه، مش عارفه هروح اسلخهم واعمل عليهم شوربه احسن من اللي انا فيه ده، مش احسن برضو؟ لا ما لقيتوش. والله انا كنت حطاه في جيب البيجامه، يعني البيجامه كان ليها جاكيت كده فانا كنت حطاه في الجيب، فهو غالبا وقع. لا غالبا وقع في البيت، بس يعني ايه كان محتاج وقت للتدوير، وده سبب ان انا جيت متاخره قوي النهارده، ان انا كنت عماله ادور على المفتاح. نفتح كده وندخل التتبيله تحت الجلد. دخلوا يا جماعه، افصلوا كده الجلد من عند الوراك ودخلوا التتبيله كويس قوي. البوله مش مريحاني الحقيقه في الشغل قوي، كان المفروض استخدم طبق مفرود، بس يعني هي اللي جت في ايدي بقى. وانا قلت لكم انا النهارده مش في احسن حالات تركيزي، فايه المره الجايه الفرخه الجايه نشتغلها في طبق كده. بصوا خدوا التتبيله اهو كده وتحت الجلد كده، مهمه جدا الموضوع ده عشان تاكلوا فراخ طعمها حرش من جوه، اخد الطعم ومن بره كمان اخداه، ما تبقاش بس اخده لون منظر تتبيله من بره لكن تيجوا تاكلوها من جوه تلاقوا ولا ليها طعم ولا غيره. لا احنا عايزينها متتبله حلوه قوي من جوه وبره. بس فدي يا جماعه مغامرات بكيزه وبهس اللي هعرضهم للتبني، اللي عايزهم يتفضلهم بصراحه، غلبوني قوي امبارح، كدابه قوي صح؟ لا ده على قلبي زي العسل، يعملوا اللي هم عايزينه. دي منزله امبارح بوست ياسمين تقول لك اهم حاجه ان ربنا شايف انت بتعمل ايه وهو اللي هيقدر، فقلت الحمد لله يا ياسمين يبقى ربنا هيدخلني الجنه بسببك. كملي يا هدير. بصوا كده اتبلت حلو قوي، ريحتها تحفه، لونها تحفه، الطعم هيطلع 100 تحفه. دي مناسبه جدا لصينيه بطاطس، يعني دي تحط على وش البطاطس تبقى تحفه. هسيبها كده في الطبق ونيجي نشوف التتبيله اللي بعديها. يلا بينا. طبعا حد هيقول لي ايه انت معرفش مفتريه وانت كل دي فراخ، اي كل دي فراخ لمده 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 طويله، مش هناكلها كلها النهارده. وطبعا يا جماعه كل وصفات النهارده هي وصفات، يعني احنا ممكن نعمل الفرخه دي دلوقتي اهو تبقى الغدا،
ممكن نعمل واحده منهم بس النهارده، لكن هي فكره بس للتجهيز، لان بناء على طلبكم كنتوا عايزين مننا بعض التجهيزات البسيطه لرمضان فعملنا كده. نطلع فاصل ونرجع نكمل. يلا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل، هنرجع بقى لتتبيله البهارات. فاصل صغير ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل وندخل دلوقتي على التتبيلة التانية من تتبيلاتي المفضلة، لسبب بسيط جدا، انها بالنسبة لي تتبيلة الانقاذ، ما فيهاش اي تضييع وقت، لا هوسخ كبة ولا هقطع خضار ولا هقشر بصل ولا هعمل اي حاجة، كل اللي هعمله اني هفتح الدرجة اطلع شوية حاجات اخلطها على بعض اخد تتبيلة ملهاش حل، وهي تتبيلة البهارات. فدي تتبيلة بجد للناس المستعجلة، وميزتها كمان انها من التتبيلات اللي مش لازم الفرخه تقعد فيها، يعني لو انا عملتها وسبتها ساعه بس ساعه كده على الكاونتر او حتى عملتها وسويتها على طول، لا باخد طعم رهيب جدا حتى لو هي ما باتتش فيها. طبعا مفيش اي جدال على ان اي فراخ هتبات في التتبيله هتبقى احلى، ولكن ما لحقتش فعندي تتبيلات انقاذ عارفه انها بتديني نتيجه قويه جدا وطعم جميل جدا في وقت قصير. ومن الحاجات اللي تخلي كل الوصفات دي ناجحه جدا محلول النقع، لو نقعنا كل الفراخ دي طبعا ناخد نتيجه احلى واحلى كمان عند التسويه، بننقعها بنحطها في محلول النقع اللي هو 3.5 لتر من الميه، بندوب فيهم نص كوبايه من الملح و3 ارباع كوبايه من السكر، ونسيب الفراخ منقوعه فيهم على الاقل 6 ساعات ويفضل ليله، وبيشد كل الدم وكل الزفاره وكل الشوائب وبيخليها طريه وجوسي ومليانه عصاره وحاجه كده زي الفل. ويلا بينا ندخل على تتبيله البهارات. عندنا فرخه مفتوحه من الظهر، عندنا معلقتين كبار صلصه، معلقتين كبار خل، زيت نباتي، معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقتين صغيرين من القرفه الباودر، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقتين صغيرين من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من الكباب الصيني، معلقه كبيره من البابريكا، رشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا هنقلب فقط لا غير. فهو الطبق اللي هعملها فيه، انا جبت بقى طبق المره دي عشان ما زنقش نفسي، نكتب ايه بعد ما اخلص دي؟ هعمل كل اكياس. يلا بينا. هنا هتبل الفرخه، هحط كل حاجه، وهجيب معايا كمان ادي الصلصة طبق صحية النهاردة، ادي الخل، ممكن بدل الخل عصير ليمون على فكرة، بابريكا، حبهان، قرفة. التتبيلة دي بهاراتها كتير فطعمها بيبقى قوي وجميل. توم باودر، بصل باودر، وعلى فكرة اذا حد حابب يبدل كل ده ببهارات فراخ هو بيحبها براحته، بس انا بحب التركيبه دي قوي وبتديني احسن نتيجه. كباب صيني، وهاجي دلوقتي احط ملح وفلفل وجوزة الطيب وزيت، زيت، ولو لقينا التتبيله مكلكعه معانا او تقيله زياده عن اللزوم ما بتتفردش بنخفها بشويه ميه. معانا مين يا نور؟ مدام منال معانا على التليفون. يا مدام منال اهلا وسهلا. صباحك سكر يا سكر. صباح العسل، ازيك يا حبيبه قلبي؟ هابي بيرثدي تو يو. لسه بدري. هابي بيرثدي تو يو يا مدام منال. هابي بيرثدي تو سارة. هابي بيرثدي تو يو. ربنا يخليكي يا رب. اخر الشهر. اخر الشهر بس انا بقعد احتفل مارس كله. انا مش هعرف اكلمك يا روحي. لا وانا اصلا بقعد احتفل من اول مارس، اقعد اقول لاصحابي على فكره انت مسافره رايحه فين صحيح؟ انا مسافره بره مصر. مش عمره يعني؟ لا لا يا طيب. رب يا رب يوعدنا. كنا هنوصيكي تدعي لنا يا حبيبتي تروحي وترجعي بالسلامه. حبيبتي حبيبتي تروحي وترجعي بالسلامه. طيبة وماما وبابا طيبين وكلكم طيبين يا روحي. تسلمي لي اول هابي بيرث داي، ربنا يخليك يا مدام منال. لا انا استغنيت لك السنه اللي فاتت على فكره. حبيبي فاكره طبعا، فاكره حبيبتي فاكره. تسلمي لي يا رب. كل سنه وانت طيبه يا رب. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بس يا ولد يا ولد، انت هتربط حمارتك جنب حمارة العمدة ولا ايه؟
وبمناسبه اعياد الميلاد نقول بقى ايه، اصل احنا عندنا بهزين، انا عندي بهزين في حياتي، عندي بالبهز القط وعندنا بهز حقيقي بقى هو انسان، وده كريم ناجي. يا كريم ناجي كل سنه وانت طيب يا حبيبي، عقبال 100 سنه، اخويا الصغير يعني زميلنا في القناه، فاتمنوا له سنه سعيده ان شاء الله، كل سنه وانت احسن وبصحه وفي احسن حال يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. طبعا انا في القناه هنا بتلاقوني ايه حبيبي وحبيبتي، عشان هم كلهم اخواتي الصغيرين، فيعني ايه ايه والله يا حمدي انا بعتبرك انت كمان من اخواتي الصغيرين. ايه اخويا القفوش. اه حمدي بقى يا جماعه لازم نحكي لكم على حمدي. انا بصوا انا هضحك الناس النهارده وهحكي لهم كل فضايحكم. حمدي يا جماعه اسرع واحد يهب ويتعصب وايه، ويقوم قافش كده ويقوم شايط في اي حد، وهو بقى اطيب خلق الله زي ما انا بقعد اقول عليه، فيقوم ايه بعد خمس يعني ما والله ما بيكمل خمس دقايق يعني، تدوله حب يا دوب كده مسافه ما يطلع من باب البلاتو يحس ان هو بوظ الدنيا قوي، يقوم راجع يا جماعه انا اسف انا بعتذر لمعرفش مين اللي هب فيه بقى، فهو طول اليوم يا حبيبي قاعد يتعصب ويعتذر يتعصب ويعتذر، صح؟ لا ما بيتعلمش، طول اليوم طول اليوم حمدي بيعتذر لحد. بس عامة يعني هو الاعتذار من شيم الكبار. اه بيعتذر لكل، ما فيش اي، بيعتذر لاي حد ايا كان، اصغر منه سنا اصغر منه بوزيشن بيعتذر من غير اي خجل، فدي علامة على انه شخص كبير، ده حقيقي. بصوا بقى اه بصوا بقى بقى قوامها عامل ازاي، بقت عامله زي الصلصه، ده القوام، انا خفتها بشويه ميه على فكره، وده القوام اللي احنا عايزينه. نيجي بقى نتبل الفرخه بالجمال ده، البس الجوانتي عشان ايه انزل في الفرخه براحتي، ما بقاش قلقانه ان ايدي تتوسخ ولا اي حاجه. انا ما بحبش، انا من الناس اللي ما بتحبش ابدا ريحه الاكل في ايديها، ولا ريحه البصل، ولا البهارات تبقى مشوهه لون ايدي، ولا ايدي لونها اصفر من الكركم، لا ما بحبش كده خالص بصراحه، بحس يعني ان ايه من انوثه المراه يعني انها تكون دايما نظيفه، ده اهم بكتير جدا من ان هي تكون لابسه اخر موضه ولا حاطه مكياج ولا عامله شعرها ولا معرفش ايه، اهم حاجه نظيفه، لو مش نظيفه كل ده ملوش لازمه، صح ولا ايه؟ صح، النظافه من الايمان، فمن علامات النظافه ان ايدي تكون نظيفه، فعشان كده بلبس جوانتي حتى في البيت، مش هضحك عليكم واقول لكم ما بلبسش في البيت، لا لو حاجه تشوه منظر ايدي لازم بلبس في البيت، فتتبيلات وكده لا لازم بلبس جوانتي طبعا، نخلي ايدينا كده نظيفه، تاخدش، تخيلوا التوابل دي هتعمل الوان قد ايه في ايدي اصلا لو عملتها بايدي، هتخلي ايدي كلها ايه مهرجان الوان، اكيد انا مش حابه المنظر ده، واكيد حابه ان انا اعمل اكل جميل وافضل برضو شكلي انا جميل. نفس الكلام نفتح كده الجلده، الجلده بنفتحها من غير ما نقطعها، ولو اتقطعت عادي خالص، دي فراخ شاويه يا جماعه احنا مش بنحشيها يعني، فانا باجي كده من الجناب، انت حته جلده مرخمه رخامه بس على مين اهو، نفتحها كده وناخد مدام عايده على التليفون. يا مدام عايده اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ازيك يا مدام عايده؟ الله يخليكي. بصي سامحتي انا بعمل عجينة الليمون، احط لها الكربونات والصودا مع السلق. ملح الليمون مع السلق، تمام؟ اه بعد كده لما تيجي تضربيها وتبقى عجينه هتضربيها وتشيليها من على النار بقى وتضربيها، وتقومي حاطه لها الخل والكربونات، ملح الليمون بس هو اللي مع السلق، واحط الخل والكربونات مع في الخلاط بالظبط كده، لا الخل والكربونات من غير خلاط كده، انت قلبيهم وسطها يعني، اعملها بالمعلقه كده ولا بالكبشه؟ بالمعلقه اه او بكبشه او اي حاجه كده وقلبيها وخلاص، لكن ملح الليمون مع السلق عشان يدوب لك الجلد يبقى ناعم خالص تعرفي تنعميها لما تيجي تضربيها. طب معلش سؤال تاني. قولي يا حبيبتي. انا عامله الزيتون يطلع لي شهرين ثلاثه وقاعد مر. ما بصي هو بقى نصيبك يعني، انت ونصيبك ان شاء الله يظبط، بس يعني في انواع زيتون ما بتروحش منها المراره بسهوله، بيبقى هو نوعه كده، فما فيش حاجه نعملها قوي. هتصبري عليه. وممكن كمان بعد ما تصبري عليه يبقى استوى ولسه في شويه مراره،
فمعلش بقى ساعتها مش فيش حاجه نعملها قوي، هو نوعه كده. خدنا كل التتبيله حشينا تحت الجلد بما فيه، اهم حاجه تتوصوا بيها تحت الجلد. ليه؟ عشان ده اللي هيوصل الطعم للحم. اللي من بره ده منظر، لكن اللي فعلا هيوصل الطعم للحم اللي جوه الجلد. وادي التتبيله التانيه. مش فاهمه حاجه. لا مش فاهمه نور بتقولي ايه. مين اللي انت قلتي عليه ده؟ اه اوكي ماشي. يلا بينا. عندنا ايه كمان؟ طرحتي شبكت في الدرج. اليوم النهارده معفرط كده. يلا بينا. تعالوا بقى قبل ما نسرح نكتب على الكياس. ناخد مدام صفاء من القاهره. يا مدام صفاء اهلا بيكي. صباح الفل. صباح النور. ازيك يا سمر عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك عامله ايه؟ انا زي الفل، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انت امبارح عرفتيني بشكلك، انت بتطلع خمسة اخر قمر قمر اربع قمر. يا حبيبتي ده عينك هي اللي جميله، تسلمي لي يا رب. لا لا والله جميله. تسلمي لي يا حبيبتي. انا بقى اوه يا بختي يا بختي يا بختي يا بختي بالكلام الجميل ده، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. والله قمر قمر. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا روح قلبي، ربنا يعزك ويخليك. وانت طيبه وانت طيبه يا رب. حبيبتي انعاد علينا كلنا بالخير وما تحرمش من سؤالك ابدا يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا رب. بنعمل ايه بقى؟ انا بحب الكياس دي قوي اللي بتتقفل دي. طبعا اللي عايز طبق فلين مفيش مشكله، اللي عايز كيس تاني مفيش مشكله، لكن يعني انا بقول لكم الاكثر عمليه والاكثر نظافه واللي محكم الغلق عشان ما يعملش ريحه في الفريزر. طب هيعمل ريحه ليه يا ساره؟ كل دي بصل على توم على توابل كلها هتعمل حاجات تعمل ريحه، فعشان ما نضايقش الدنيا ويبقى ريحه الفريزر سمك لبن تمر هندي، الاكياس دي ممتازه جدا. فانا باجي هنا كده واكتب ايه؟ دجاج تتبيله شرقية. ماشي، كتبنا اسم الوصفة أول حاجة. لازم بقى نكتب التاريخ. ليه؟ عشان لما يحصل عندي تراكمات في الفريزر زي اللي بيحصل عند بعض الناس والحاجة تتجمد وما يبقاش عارف ده من ده ولا ده من إمتى ولا ده من إيه، ما ناكلش حاجة بايظة. فنبقى عارفين الصلاحية عشان مدة صلاحية الحاجات دي كلها في الفريزر واللحوم عموما 3 شهور. فهنكتب إن دي 7 مارس 2023. يلا بينا، ادي اول كيس. بعد كده عندنا دجاج تتبيله بهارات، وبرده 7 مارس 2023. ادي تاني كجهز كل كياسي بقى. عشان ايه؟ عشان مش هينفع اكتب لو حطيت الفراخ جواه، فبكتب من الاول. دجاج تتبيله فلفل وكمون 7 مارس 2023. واكمل بقى كل حاجه انا عاملاها اكتب على الكيس. فحضراتكم هتطلعوا فاصل صغير عبد ما انا اكمل كتابه على بقيه الكيس، ولما نرجع نكمل مع بعض مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، وبعد ما كتبنا اسامي كل التتبيلات على الكياس نقدر بقى نشيلهم في الكياس واحنا عارفين كل كيس جواه، لان كله ما بيتجمد يا جماعه ما بيبانش من بعضه، ما بنبقاش عارفين ده ايه وده ايه. يلا بينا نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي يا ساره؟ يلا تعالوا نعمل تتبيله الفلفل والكمون. تتبيله الفلفل والكمون برضو هنحتاج فرخه، هنحتاج بصل ارباع، 3 فلفلات رومي مقطعينهم قطع كبيره عشان كله هيتضرب في الكبه، 1 فلفل احمر حامي وممكن ما نحطوش، انا مش هحطه،
لان التتبيلات دي ممكن اي حد ياكلها يكون ما بياكلش حامي، فخلينا في الامان وبلاش حامي احسن. بس الناس اللي ضامنه ان هي اكلها فيه حامي بيعجبها خلاص تحط عادي. 5 فصوص من الثوم الصحيح وزيت نباتي ونص معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه كبيره من الكمون وملح وفلفل اسود. وطبعا عندنا معلقه كبيره من الكمون ليه؟ علشان هو نجم التتبيله، يعني التتبيله هي تتبيله فلفل وكمون. وطبعا تركيبه الفلفل والثوم والكمون عارفين ناحيه كده كبده الاسكندراني بتدي طعم حلو قوي. هنحط الفلفل، هنحط البصل، هنحط الثوم، هنحط دي شطه ولا بابريكا؟ انا نسيت. بابريكا، بابريكا، لا ما بحبش الشطه ولا بحب الحامي عموما. والكمون بقى ممكن اكل حاجه حاميه سنه صغيره قوي كده، بس يعني حاجه سبايسي قوي يعني لا، بحس انها بتفقدني متعه الاكل عشان ما ببقاش حاسه غير بان انا بتلسع مشطشطه بس مش حاسه بطعم حاجه. ادي الملح، ادي الفلفل، وادي رشه جوزة الطيب، والزيت، ونضرب كل ده مع بعضه. يلا بينا. يلا ما نخليش التتبيله ناعمه قوي ولا خشنه قوي، ممكن تبقى ناعمه قوي عادي بس ما تبقاش خشنه قوي، ان لما بتبقى خشنه قوي بتتلسوع على الفراخ وهي بتستوي. وادي كده التتبيله التالتة. هجيب الفرخة، البس الجوانتي بقى عشان ايه اظبط الكوكو واعمل لها المساج المحترم، وندخل التتبيلة تحت الجلد ونظبطها خالص. يلا بينا. فرخة اهي، وهاخد التتبيلة واضيفها كلها عليها، ونفس اللي عملناه مساج ظريف. كان في النهاردة تاني لازم. لا برد، المشكلة اني برد وهي مش راضية تتعلم. بصوا بقى هندلعها على الاخر، هو عارف. بالظبط. نفتح كده الجلد وناخد بقى من التتبيله وندخل جوه ونزق كده، نملى الصدر بالتتبيله جنب الوراك، متسيبش بقى حاجه، عايزين الطعم يضرب في الفرخه دي في كل حته. جنب الورك التاني، بصوا كده اهو الحته دي شايفينها اهي اللي تحت العظمه دي، تملوها تتبيله عشان دي اللي بتشبع الورك بالطعم. احنا توصينا خلاص بالصدر، حطينا التتبيله اهو فوقه، لكن الورك برضو مش عايزين ننساه، ده حبيبنا. انتوا بقى بتحبوا الورك ولا الصدر؟ انا بحب الورك.
كنت زمان ما اكلش غير الصدر، بعدين فجاه ما اعرفش ايه اللي حصل لي من ضمن يعني، عشان شخصيتي اتحولت جدا في الاونه الاخيره، من ضمن التحولات اللي حصلت لي ان انا فجاه بقيت باكل الورك بس، ما بحبش صدر خالص بقى. وادي تتبيله الفلفل والبصل والكمون يا سيدي عليها. التتبيله الثالثه معانا النهارده، كده احنا عاملين ثلاث تتبيلات، يلا ندخل على الرابعه على طول. عندنا تتبيله دي ايه يا ربي، دي الكاري، كاري. يلا ناخد تتبيله الكاري، بس نكلم حاجه خديجه الاول. يا حاجه خديجه اهلا وسهلا. السلام عليكم شيف ساره. وعليكم السلام، ازيك يا حاجه خديجه عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت بالصحه والسلامه يا رب. متشكرين على تعبك معانا وعلى على الاكلات الحلوه اللي بتعمليها. يا حبيبتي مفيش تعب خالص، لا شكر على واجب، تأمروني. طب والنبي يا حبيبتي كنت هسألك، كنت عايزه في رمضان كل سنه وانت طيبه، بس اجيب بطه تكفي خمس انفار، اجيب وزنها قد ايه يا شيف ساره؟ وتقولي لي يا رب يسعدك على التتبيله والنبي. بصي البطه ما تجيبهاش كبيره قوي، ما بتبقى عجوزه ومش لطيفه، هاتيها وسط يعني. ممكن ايه، ممكن ايه يا نور؟ 3 كيلو، 3 كيلو حلو، 3 كيلو حلو كده، ما تزوديش عن كده. لما بتدخل بقى في 4 كيلو كده بتنشف شويه. تعملي لها تتبيله حلوه بقى، بصل بالكمون بالكزبره ببهارات، شويه بهارات فراخ، ملح وفلفل، حبهان، قرفه، تفركي البصل كويس قوي بالتتبيله دي وتبيتي البطه ليله فيه، تطلع تحفه. ممكن تسويها بقى تاني يوم في كيس حراري من غير سلق ولا اي حاجه، تطلع تحفه وتاكليها بالهنا والشفا. تتبيله الكاري انا مش عارفه انا قلت المقادير ولا لا. يلا نقول المقادير. المقادير فرخه طبعا، وهنحتاج بصله مبشوره، نص كوبايه من عصير الليمون، معلقه كبيره من العسل الابيض، نص كوبايه من الزبادي، زيت نباتي، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقتين صغيرين من الكاري، معلقتين صغيرين من البابريكا، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. حطينا البصل هنا، وادي الزبادي. الزبادي لو نزل ميته خلوها معاكوا عادي، ما ترموهاش في الحوض، فيش اي حاجه. عصير الليمون، العسل، البابريكا، الكاري، بهارات الفراخ. هناخد بقى الفلفل، الملح، جوزة الطيب، والزيت. ونقلب. تقليبة حلوة كده، يفضل طبعا بالمضرب السلك، بيخلي كل حاجة تمتزج أحسن بكتير. يلا وكده التتبيلة جاهزة. هعمل نفس اللي عملته، هاخد الفرخة غطسها في التتبيلة وهحشيها من تحت الجلد وكل حاجة زي ما انتوا عارفين، لحد ما ترجعولي من فاصل صغير. فاصل صغير مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل وهنكمل دلوقتي وصفتنا. تعالوا نشوف تتبيله هريسه الشطه دي للناس اللي بتحب الاكل المشطشط. عندنا فرخه مفتوحه من الظهر، نص كوبايه من ميه البصل، اللي عايز يستخدم بصل مبشور عادي مش هتقول لا، نص كوبايه بقدونس مفروم، نص كوبايه زبادي، كوب عياري، ربع كوبايه هريسه شطه وزيت نباتي، ومعلقه كبيره من الثوم الباودر، معلقه كبيره من البصل الباودر، معلقه كبيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود، وطبعا لازم زيت نباتي في اي تتبيله، ميه البصل، الزبادي، البقدونس، الثوم الباودر، البصل الباودر، البابريكا، وهريسة الشطة، وطبعا ملح فلفل بقى المعتاد. ادي هريسة الشطة، وادي الملح، وادي الفلفل. بحب احط رشه من جوزة الطيب، الزيت، هقلب كل ده ممكن تضربوه في الكبة لو حابينه يبقى ناعم خالص الخضرة، بس ما فيش داعي يعني، ممكن تضيفوا لها شوية توم بس يعني هي تمام كده قوي. هقلب كل ده ويلا بينا نجيب لها فرختها. طبعا التتبيلات دي كلها يا جماعه مش لازم ابدا لفراخ سليمه، تنفع لفراخ سليمه، تنفع لوراك، صدور، اجنحه، اي حاجه، انت فرخه متقطعه رباع، اي حاجه متعلقه بالفراخ تنفعها التتبيلات دي. التتبيلات دي تنفع حتى اللحمه، لو انا عايزه اتبل لحمه، لحمه مكعبات، لحمه موز، لحمه ريش، تنفع كلها مفيش اي مشكله. الفكره ان النكهه بتاعتها تركيبتها حلوه، فهي تنفع لاي حاجه مفيش مشاكل خالص. وهناخد الفرخه في التتبيله، دي الفرخه الجايه ان شاء الله، ونفس الكلام للحلقه كلها. طيب ادي كده تتبيله كمان جهزت. انا هخلي المطبخ يساعدني عشان انا ما يعيش غير 5 دقايق. خدوا يا جماعه دي بعد اذنكم، نزلوا التتبيله تحت الجلد برضو ماشي، وحطوا في الكيس. دي هريسه الشطه. يلا تعالوا نعمل تالت تتبيله. فين الطبق البايركس اهو؟ تالت تتبيله. تالت ايه بقى ده؟ سادس تتبيله معانا النهارده، السماء. وخدوا الكيس بتاعها اهو، السماء والبصل، برضو من التتبيلات الجميلة جدا جدا جدا، قريبة من مسخن الفراخ. فرخة مفتوحة من الظهر، وبصلتين مفرومين، 3 فصوص ثوم مفروم، كوباية من البقدونس المفروم، زيت نباتي، 3 معالق كبيرة من السماء الباودر، معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، معلقة صغيرة من ال7 بهارات، رشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. ونعمل ايه؟ طبقنا اهو، وهنحط كل حاجة مع بعضيها ونفركها كويس قوي. ادي البصل، ادي البقدونس، ادي الثوم، ادي الحبهان، السماء بنحط كمية عشان هي نجمة التتبيلة، البهارات، ملح، فلفل، رشة من جوزة الطيب، زيت نباتي، وهاجي وافرك التتبيلة دي كلها بإيدي لحد كده ما البصل يبدأ يدبل، وده بالظبط المطلوب. تقدروا تفرموه في الكبة، تقدروا كل التتبيلات دي على فكرة تضربوها كلها في الكبة مع بعضيها مفيش مشكلة خالص.
وانا بالظبط. والله يا ريت. جدا. يلا بينا كده. وهقول لكم على تركية صغيرة انا بحب اعملها. انا بحب اضيف شوية مية للتتبيلة دي عشان بتعمل زي سائل كده، بيخلي التتبيلة تطير كده، تتغلغل في كل حاجة. فانا هضيف شوية المية دي، حط ربع كوباية بس، وبقلب كده. شايفين بقت مسيلة شوية، واقدر بدل الميه اضيف ميه بصل. بس انا عشان اوريدي حاطه بصل كتير، فخلاص انا عارفه اني مش محتاجه ميه بصل، هو مع الميه دي هينزل اصلا كل ميته. بفرك كده، فبلاقي الدنيا بقت لذيذه جدا. واقوم اخد الفرخه واجي ادعك. بنفس الطريقه واجي افتح الجلد واحشيه بالبصل الكتير بقى والبقدونس ده من عند الصدر وعند الوراك، نفس اللي عملناه في كل الفراخ. ناخد حشوه البصل اهي في ايدينا، بصوا تحت كده، وندخل دخلوها كلها جوه الفرخه. هناخد منها فايده اكتر بكتير جدا لما تكون جوه الفرخه عن لما تكون براها. براها مش هتفيدنا في اي حاجه، لكن جواها اوف بقى، ناخد طعم ملوش حل. نفرد كده كده كده. بصوا بقت الفرخة معبقة بالبصل وخلطته، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى في الفرخة دي؟ هقول لكم حالا هنعمل ايه. هنجيب الكيس بتاعنا، ونفتح معلش انا مش عايزه اوسخ الكيس، فعشان كده هقلع الجوانتي خالص. مهم ان الكيس يفضل نضيف عشان ما يبهدليش التلاجه. نفتح الكيس كده، وانا بحب اتني الطرف كده عشان ما برضو ما يتوسخش. وهاجي دلوقتي اخد الفرخه وادخلها جوه الكيس بكل بصلها وتوابل اي بواقي تتبيله في الكيس في الطبق لازم هاخدها معايا. اخد الفرخه كده اهو وانزلها جوه الكيس، اظبط شكلها عشان ما تتجمدش، شكلها وحش فتطلع مشوهه. واخد كل التتبيله دي، سيبش منها اي حاجه، وانزلها كلها جوه الكيس. بالشكل ده زي الفل. اوزع كده كل بقى التتبيله اللي حطيتها دي، اوزعها وكده. الفرخه جاهزه، يتقفل عليها الكيس ده. واحاول اضغط كده اطلع الهواء بقدر الامكان بس، وتبقى تتبيلتي جاهزه كده هنا في الكيس بتاعها. مكتوب على الكيس هي ايه، فانا عارفه هي ايه. ثواني بس اشيل كل الحاجات دي واجي اعمل لك كل اللي نفسك فيه. انجزونا يا اولاد، يلا بينا. ادي تتبيله
وهنجيب كل التتبيلات دلوقتي نوريها لكم. يلا بينا. ادي تتبيلة البصل والسماء، ادي تتبيلة الشرقية، ادي تتبيلة الكاري، ادي تتبيلة هريسة الشطة، وعايزين بورد كمان لتتبيلة كمان، وادي تتبيلة، خلاص كده كله، لسه واحدة. دي تتبيلة ايه؟ البهارات، وادي تتبيلة البهارات. وادي تتبيلة كمان، التتبيلة اللي بالفلفل والكمون. خلصنا تتبيلة الفلفل والكمون. وادي كده كل تتبيلات اليوم. عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة تتبيلات كلهم احلى من بعض. يعني ما تجربوا بقى منهم كل اللي نفسكم فيه، كل مرة كده جربوا تتبيلة هتلاقوا ان الفراخ بقت بطعم جديد، وكل ده ينفع يتشال في الفريزر للناس اللي مزنوقة في الوقت، اللي عايز يعملها اول باول مفيش مشكلة برضو، هي وصفات تتعمل اول باول. التتبيلات دي تنفع فراخ، تنفع لحمة، تنفع سمك، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه بيها، وفي كل مرة النتيجة هتكون جميلة جدا جدا. مفيش اسهل من كده ومفيش ابسط من كده. والتتبيلات دي صلاحيتها في الفريزر 3 شهور، تقعد معاكم 3 شهور في الفريزر، فتقدروا تحضروا حاجة بس يعني تمشيكوا كده مدة لطيفة، وكل واحد طبعا وظروف حياته. اتمنى يا رب الحلقة تكون فادتكم وعجبتكم، وبفكركم ان قعدتنا النهاردة الساعة 8 بالليل، بفكركم كمان ان كل حاجة بنعملها بتنزل على بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالبرنامج سنة أولى طبخ مع شيف سارة عبد السلام، والخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، متواجدين معاكم على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام، وبنتواصل معاكم بشكل يومي. يا رب الحلقة تكون فادتكم، وان شاء الله بكرة على موعد جديد الساعة 1 في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. أسيبكم في رعاية الله وأشوفكم بكرة على خير. كنت معكم سارة عبد السلام، ولنا لقاء جديد بكرة. مع السلامة. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.